بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة صغيرة وبسيطة هي على البكترويدز والفيزوباكتيريا. حنتكلم عليهم بشكل سريع، ما هي الجنرال فيتشرز لهم، المورفولوجي والكلتشر والباثوجينيسيس والدياجنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن. تعال نتكلم على البكترويدز في البداية. ما هي الجنرال فيتشرز لهذا البكترويدز؟ أول general features إن البكترويد فراجلس، هو الموست امبورتنت أو الموست كومن سبيشيز في كل البكترويدز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن البكترويدز أو البكترويد فراجلس هو يعتبر جرام نيجاتيف باسيلاي. النقطة الثالثة إنه هو يعتبر البريدومينانت إن ذا هيومن كولون. تخيلوا 10 أس 11 للجرام الواحد موجود في الفيسز. فبالتالي البكترويدز بشكل عام هي اكثر اورجانيزم موجود في الفيسس. طيب احنا اكيد يمكن بعض الناس يحصل كونفيوز على اعتبار ان احنا قلنا زمان الاشليشيا كولاي. صحيح الاشليشيا كولاي تعتبر وجودها وجود كبير، لكن لانها فكرت في انيروب فهي تعتبر اكثر واحده. لكن لو اتينا لقضيه هذه هي اوبليجيت انيروبس، فبالتالي هذه تعتبر اكبر بكثير، لكن لانها اوبليجيت انيروبس فاحنا بنركز على الفكلتاتيف انيروبس. النقطة الرابعة انها اوبليجيت انيروبس البكترويدز اللي هي بكترويدز فراجلس هي اوبليجيت انيروبس. النقطة الخامسة معاها كبسول، والكبسول ده بيعطيها ادفانتج انها تعمل ديزيز. النقطة السادسة هذه البكتيريا بالذات بتحب الابسس بشكل كبير. ابس دائما في اي ابسس واحدة من المتهمة فيهم اللي هي البكترويد فراجلس. اذا البكترويدز فراجلس عاوزين نشوف المورفولوجي اند الكلتشر. هي جرام نيجاتيف باسيلاي نون موتايل كابسوليتد ونون سبور فورمينج. الكلتشر طبعا دي بتنمو على بلاد اجار، وفي اذر سبيشال ميديا لكن هي بلاد اجار ممكن تنمو عليها، وزي ما قلنا اوبليجيت انيروبس. المود اوف ترانسميشن بالنسبه لها كالاتي. هذه البكتيريا لما نقول مود اوف ترانسميشن بيكون اندوجينس، يعني داخل من الداخل وليس من الخارج. اندوجينس كيف يعني؟ احنا مش قلنا قبل شوية انها اكثر بكتيريا موجودة في الكولون، فبالتالي لو حصلت اي تروما ممكن ينقل البكتيريا هذه من مكانها الى مكان مجاور فتحدث الديزيز. النقطة الثانية انه اي سيرجيكال اوبريشن ممكن تعمل عملية انتقال لهذه البكتيريا، فبالتالي اول ديزيز بتعمله نتيجة انها تغير مكانها اللي هو بريتونايتس. ما معناها؟ معناها انه التهاب الاغشية المبطنة للامعاء فواحد من الديزيز، لان البكتيريا انتقلت من وضعها الطبيعي الى وضع اخر فعملت هذا الديزيز. النقطه الثانيه انها بتعمل ابدومينال اند بلفيك ابسس، وكمان بتروح للدم وتعمل بكتيريميا، ولما تروح للدم وتعمل بكتيريميا ممكن تعمل انفكشن في الهيد والنك وتعمل ابسس في النك او في الهيد. تعالوا نشوف لاب دياجنوسيس لها السبيسمن. بالتاكيد اي ديسشارج بنعمل كمان ناخذ بس من الديب بارت على اعتبار انها بتعمل في الديب بارت، فناخذ اي ابسس من الديب بارت. نعمل دايركت سمير، لما نعمل دايركت سمير حنشوف طبعا نسبه بجرام ستين، حنشوف جرام نيجاتيف باسيلاي ونشوف البص زي ما انتم شايفين البص موجود. نعمل بعدها الخطوه اللي بعدها نعمل كلتشر. زي ما قلنا نعمل كلتشر وهي اوبليجيت انيروبس، فنروح عشان نعمل كلتشر نزرعها في تو بليتس من البلاد اجار، واحد نحفظه ايروبس وواحد نحفظه انيروبس. فلو حصل انه فقط حدث النمو في الانيروبز معناها دي دلاله على انها فعلا اللي هي البكتيريود فراجلس. طبعا اكيد احنا عشان الكون اللي حتطلع حنعمل لها ايدنتيفيكيشن بالبايوكيميكال رياكشنز. تعالوا نشوف التريتمنت والبريفنشن. اول تريتمنت انها بنسلين ريزيستنت. ما معناها؟ معناها ان معاها انزيم البيتا لاكتاميز، فبالتالي بنسلين ريزيستنت، وبالتالي علاجها بالميثلونيدازول والكلاندامايسين. طبعا كلاندامايسين ده بيستخدم للانيروبس انفكشن. النقطه الثانيه في البريفنشن مهمه جدا، اي شخص بيعمل عمليه في الباول سيرجري دائما نعطيه انتي بايوتكس عشان يعمل بروفلاكسس. تعالوا نشوف اللي بعدها اللي هي الفيزوباكتيريوم. الفيزوباكتيريوم دي بكتيريا سهله جدا، حنتكلم عليها جزء الان وجزء في محاضره اخرى. هي لارج جرام نيجاتيف فيزوفورم او سيجار شيب، شكلها شكل سيجار شيب. هذه البكتيريا اساسا موجوده نورمال فلورا في الماوث في الجي اي تي في الفيميل جينيتال. هي كمان اوبليجيت انيروبس، اذا البكترويدز اوبليجيت انيروبس والفيزو بكتيريوم اوبليجيت انيروبس.
الانفكشن بالتاكيد كمان اندوجينس لانها موجوده نورمال فلورا زي ما قلنا في الاورال كافيتي. هذه البكتيريا ما تقدر تعمل ديزيز الا مرتبط مع بكتيريا اسمها سبايروكيتس، حناخذها ان شاء الله في المحاضره القادمه. فيبداوا يجتمعوا الثنتين البكتيريا ويعملوا جينجيفوستوماتايتس، وينتقل هذا الجينجيفوستوماتايتس الى التونسل ويعملوا ديزيز اسمه فينسنت انجينا، حنتكلم عليها ان شاء الله في محاضره السبايروكيتس وبالذات في محاضره البوريليا. كنت معكم فيما مضى من الوقت في موضوع البكترويدز والفيزوبكتيريوم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.